وأول فاول من نصيب نادي الزمالك هيلعبها بشير التابع. على طول بتتنقل في نص الملعب، يروح احمد عيد ويخطف وهجمه الاسوان وبتتلعب من الناحيه الثانيه، تلاقي محمد صديق يشيلها صديق لجمال حمزه، راجع جمال، راجع جمال وبياخد فاول جمال حمزه، فاول من المعتصم بالله. على طول بتوصل الناحيه الثانيه لطارق السيد، محمد عبد الواحد، لسه تاني مع نادي الزمالك وبره الملعب اوت. على طول بتوصل في نص الملعب تاني احمد عيد، عبد الملك، كان من اشبال نادي الزمالك على فكره احمد، ونقله تاني معتصم بالله لاسوان طويله ومعتز اينو بيلعب بيه محور ارتكاز خط دفاع مع تامر عبد الحميد سنجاده من اول الموسم. على طول جمال حمزه، معتز اينو ماشي، تامر عبد الحميد، طارق السيد زمالك، طويله على طول ترجع من محمد عبد الرؤوف على ابو زيد، مخطوفه من اينو لما توصل لجمال حمزه تاني، جمال حمزه، ويلعبها طويله ترجع تاني لحازم امام، ومخطوفه وجمال حمزه، محمد صديق ويلعب كره مفاجاه، والركنيه الاولى لنادي الزمالك من اسامه رجا. اسامه رجب لابس الفانيلا رقم 26 من منتخب الشباب تحت 20 سنة، بيلعب مساك ولعيب كويس. تلعب على طول الضربة الركنية وعالية ويمسك وليد ابراهيم على طول بإيده عند علاء ابو زيد، احمد عيد، وتطلع بره الملعب اوت من محمد صديق. علاء ابو زيد على طول، احمد عيد عبد الملك عايز يعدي، يشير التبعي وائل الاباني، محمد عبد الواحد بيشير تاني، جمال حمزه فاول على معتصم، جمال حمزه من لعيبه صعب ان الواحد يمسكهم لانه جسمه خفيف ومهارته كويسه قوي وبيجيد المناوره جمال حمزه، فصعب قوي ان حد يلعب معاه مان تو مان. معتز اينو، تامر عبد الحميد، محمد صديق، حازم امام يفوتها يا ولد وتروح لتامر، وبره الملعب، بره الملعب لصالح نادي الزمالك. تفويته كويسه والله من حازم اللي فاتت دي. الركنيه الثانيه للزمالك وعبد الواحد على طول بيلعبها وخطر، يا خبر ابيض، فرصة أكيدة بتروح من الزمالك.
هذه الركنيه هي بتتلعب وعدت بغرابه شديده جدا من قدام دفاع اسوان وتتلعب وترد وتطلع بره الملعب تاني. هيلعبها حازم امام وحازم على طول يطلع دفاع اسوان محمد عبد الرؤوف احمد عيد عبد الملك تاني يرد على طول بشير التابعي توصل لوليد ابراهيم. تاني في اليمين عند هشام جعفر ياخد اوت هشام ويعدي على طول تاني وعرض الواحد السيد يمسك طرفه كورما ما شاء الله الواحد عامل ماتشات كويسه قوي قوي واحد نجوم نادي الزمالك هذا الموسم ما شاء الله. بشير التابعي بترد تاني هاني السوداني محمد صديق شريف رشوان بيدي فاول على نادي الزمالك محمد عبد الرؤوف على طول لهاني السوداني يوصل لمحمد صديق تامر عبد الحميد لطارق السيد ولعبة طويلة على طول عند عبد الحليم انما فاول عبد الحليم علي بيجيد طبعا الانطلاق في المساحات الفاضية لسه تاني مع اسوان احمد عيد لعبة عند تامر ترجع لعلاء ابو زيد احمد عيد تاني وهاني السوداني وفاول على بشير التبعي واحمد عيد تاني ومحاولة اختبار شخصي كده من احمد عيد رايح في وسط دفاع الزمالك انما بشير قطعها توصل على طول تاني لمحمد عبد الواحد حازم امام ورايه وصفاره اوفسايد على طول بتتلعب توصل تاني لهاني السوداني احمد عيد وهاني السوداني على ابو زيد للسوداني تاني انما بشير التابعي بيتوقع ويقطع ويخلصها على طول بشير بره الملعب اوت على نادي الزمالك. وصلنا على ساعة 10 دقايق من بداية الشوط الأول والمباراة ونتيجة ما زالت التعادل بدون أهداف بين أسوان والزمالك. تامر عبد الحميد حازم إمام جمال حمزة محمد عبد الواحد بيفكر يشوط وعدى محمد وعدى إنما بيعرف عنه مفكر شوية وتأخر وبينقض هشام جعفر ويطلع بره الملعب تاني. طارق السيد بيحاول معتز اينو محمد صديق تامر عبد الحميد طالع لصديق انما بره الملعب اوت. لعب تاني لجمال حمزه بيحطها حلوه لحازم وعبد الواحد ترجع تاني وتبقى هجمه مرتده لاسوان ولعب على طول الناحيه الثانيه لهشام جعفر احمد عيد ماشي وبيشوط انما ترجع
من معتز اينو بره الملعب او بره الملعب او تاني اوفر والواحد اسلام جاد انما يطلع على طول عبد الواحد السيد ويعمل هجمه مرتده لعبد الحليم علي. عبد الحليم عايز يلفها انما استعجل فيها عبد الحليم تطلع بره الملعب او هيلعب وليد ابراهيم حارس مرمى اسوان مش لحد تلاقي طارق السيد خدوا هات تاني تامر بشير التابعي محمد صديق نزل له جمال حمزة يوصل تاني لتامر هشام جعفر لأسوان على طول أحمد عيد عبد الملك إنما يشير التابعي قاطع في توقيت كويس بيلعب بيقظة مع أحمد عيد ترجع تاني لهاني السوداني يفتح الملعب في اليمين فارد شريف رشوان تبقى لنادي الزمالك حازم امام محمد صديق بشير معتز اينو واخد نفس المكان بتاع نص الملعب بتاع ابوه كابتن اينو نجم النادي المصري السابق انما نفسنا بقى يوصل في لعبه لابوه ادي الجهاز الفني والبدلاء لنادي اسوان كابتن عبد الرحيم محمد المدير الفني معاك كابتن عبد الشرقاوي المدير الاداري كابتن محمد نور المدرب كابتن عبد الرحيم يوسف مدرب كابتن سيد دومه مدرب حراس المرمى وكابتن خالد سعد اخصائي العلاج الطبيعي كابتن بكري نوبي اداري والكابتن محمد عبد الموجود المدرب ادي لعبه تاني في نص الملعب هاني السوداني علاء ابو زيد اسوان احمد عيد عبد الملك بيعدي بيعدي احمد انما تلاقي وائل الاباني ورايا وصفاره اوف سايد الجهاز الفني للزمالك مستر كمجاده كابتن محمود الخواجه كابتن ايمن منصور كابتن هشام يكن كابتن مدحت عبد الصبور المدير الاداري كابتن محمد سيد اخصائي العلاج الطبيعي كابتن سمير محمد علي والبدلاء ودي لعبه تاني للزمالك ناحيه الشمال اسامه رجب بيطلع محمد عبد الواحد طارق السيد عايز يعدي طارق بتضغط عليه قاطع على طول هشام جعفر احمد عيد نقله حلوه ناحيه اليمين من حربي ويلعبها تخبط في الاباني ويطلع على طول الاباني بره الملعب اوت اتعور فترة وائل الأباني ورجع للملعب على طول تاني أسوان بينقل في نص الملعب حربي نقلة طويلة ترجع من أسامة رجب اشرف عبد الوهاب يحطها لهشام جعفر عايز يعدي لما طارق السيد قطعها وتوصل لحازم امام حازم بيتحرك له عبد
عبد الحليم علي وداخل عبد الحليم متفكر ويشوف النمر وتلف منه بعيد. من مميزات عبد الحليم علي الحاجات دي ان هو ماشي يلطش كده الكوره ما بتبانش مكانها راحه فين. لغه الكوره بقى اما بتلبس معاه بتبقى مشكله. ادي الكابتن عبد الحليم محمد المدير الفني ابن نادي الزمالك ونادي اسوان. على فكره 5 مدربين من نادي الزمالك في تاريخ اسوان تولوا تدريب فرقته من ايام الكابتن الطحاوي واسوان لسه في الدرجه الثانيه. اشتغل معاهم الكابتن طه بصري والكابتن غانم سلطان والكابتن جمال عبد الحميد. وادي الكابتن عبد الرحيم محمد وايضا من الترسانه الكابتن منص والكابتن الطيب محمد والكابتن رأفت مكي ومن الاهل الكابتن مشير عثمان والكابتن محمد عامر. ادي لعبه على طول تاني لنادي الزمالك. محمد عبد الواحد مناوره لعبد الواحد من ناحيه الشمال وعايز يعمل الاوفر انما عدل على رجله الشمال واتعملوا بتعدي. ادي اللعبه تاني اهو. لنا زميلنا المخرج ماهر تليمة والزملاء المصورين. وائل الأباني على طول. شريف رشوان قال مفيش حاجة. حرب توفيق أحمد عيد. انما صديق اقرب قاطع لجمال حمزه يزقها لعبد الحليم واسامه رجب. هاني السوداني معتصم على طول. هاني السوداني اشرف عبد الوهاب حرب توفيق يحط واحده خطر انما واحد السيد يا عبد الواحد يا ملتم يلحق الكرة في الواحد السيد قبل اسلام جاد اهي. شوف اليقظة والرشاقة ورد الفعل على طول. ما شاء الله عبد الواحد السيد الحقيقة عامل موسم كويس قوي قوي قوي. جمال حمزة معتز اينو بشير تامر عبد الحميد قاطع اشرف عبد الوهاب يطلع هشام جعفر في الجنب اليمين احمد عيد حربي يطلع علاء ابو زيد. علاء ابو زيد وعايز يناور يلعبها لاحمد عيد انما ضعيفه. وائل الاباني خلصها. محمد عبد الواحد لواحد حازم امام كويس واللعيب الخلوق لما بيتكلم مع حكم او يعترض على لعبه. شريف رشوان طلع وادى انذار لحازم امام. جو طبعا كل اللي في الملعب ميه على طول نزلت. محمد السيد اخصائي نادي الزمالك وكابتن سيد محمد علي وكابتن محمود الخواجه كل الناحيه الثانيه
كابتن خالد سعد وموبي الاداري كله نزل الميه على طول. اللعيبه الله يكون في عونهم. تلت ساعه على بدايه الشوط الاول على ساعتي طبعا، والنتيجه ما زالت التعادل بدون اهداف بين اسوان والزمالك. محمد عبد الرؤوف هيلعب الفاول لاسوان، يلعبها اي حاجه، خلصها بشير التبعي، محمد عبد الواحد لطارق السيد، الجبهه الاكثر خطوره في لقاءات الزمالك هذا الموسم، انما لسه ما شفناش منها حاجه حتى الان. بشير التبعي، طارق على طول يخلصها لعبد الحليم علي اللي عايز يوسع لنفسه ورايح لجمال حمزه. جمال بيزق كره جوه المنطقه جمال، انما حازم مغير مكانه، توصل على طول لعلاء ابو زيد الباك الشمال لاسوان. احمد عيد عبد الملك يخبط في الحكم وترجع تاني، بيلعبها احمد عيد، انما عبد الواحد السيد بيمسك على طول. تامر عبد الحميد حازم يخلصها على طول لمحمد عبد الواحد، يحطها لجمال حمزه، وجمال حمزه وعايز يعدي، انما تخبط في رجل جمال والخارجة وتبقى ضربة جزاء. وليد ابراهيم على طول بيلعب كرة عالية، اسلام جاد، وائل الاباني. بالمناسبة وائل الأباني كان هنا يلعب في أسوان وانتقل من أسوان للزمالك. بشير التابعي، محمد صديق، جمال حمزة، جمال حمزة بيعدي جمال وبياخد فاول على إسلام جاد. بشير التبعي، تامر عبد الحميد، محمد صديق، ثاني على طول
يكون محمد عبد الواحد وبيفكر يشوط وتخبط في الارض وتخبط في وش وليد ابراهيم وتطلع بره الملعب. محمد صديق عبد الحليم علي ترجع لصديق تاني. عبد الحليم تامر عبد الحميد طارق السيد وحمزة وترجع تاني محمد عبد الواحد وجامدة أكثر لاعب في صفوف نادي الزمالك شاط النهارده في 25 26 دقيقة اللي لعبناهم محمد عبد الواحد. برضه دي بتبقى ميزة من المميزات اللي بتخلي المدرب يفضل لعيب على لعيب اللي في ظروف معينة يقدر لعيب يحسم له اللقاء بفرصة أو بنص فرصة زي ما بنقول في الكورة. أدي لعبة على طول توصل لهاني السوداني لأحمد عيد عبد الملك عايز يعدي إنما معتز إينو قاطع لو تعالى أسامة رجع لعبة محمد صديق للزمالك معتز إينو حازم إمام حازم إمام ويلعب عينيه جميله انما تخبط في جمال حمزه ترجع تاني للزمالك ولعبه من جوه كده انما ما تتظبطش وتوصل لوليد ابراهيم. على طول وليد ابراهيم وبيشير التابع لعبد الواحد وائل الأباني حازم إمام لسه الربط اللي بين حازم وعبد الحليم وجمال حمزة ما تنفذش بشكل كويس. هذه لعبة من علاء أبو زيد إنما ترجع من طارق السيد لعبد الواحد السيد يشير التابع على طول لتامر عبد الحميد لسه ما شفناش المساندة الهجومية بشكل مؤثر من تامر ولا من محمد صديق ولا من طارق السيد. اللعب طبعا بيبقى فيه حذر وفي حسابات تانية خالص لسه الجو درجة الحرارة والمباراة لسه فيها وقت طويل وحسابات تانية خالص. ادي لعبة على طول لإسلام جاد إسلام جاد يلعبها لعلاء أبو زيد علاء أبو زيد لهاني السوداني هاني السوداني أحمد عيد حربي لهاني السوداني لعلاء يشيلها على طول معتز إينو معتصم بالله هاني السوداني بيفتح الملعب كويس هاني وهشام جعفر أسامة رجب على طول تاني توصل لعبد الحليم علي لجمال حمزة جمال على طول لعبد الحليم في الدقيقة 30 الدقيقة 30 بتعلن عن أول ربطة أول جملة اتربطت بين جمال حمزة وعبد الحليم علي. قلت لحضراتكم لسه الربط مش بالشكل المناسب بعد 30 دقيقة هم سمعوا كلام والله جمال حمزة وعبد الحليم علي 1-0 ولا
كشف عبد الحليم وهو ماشي. لعبة تاني لأسوان. لعبة لأسوان من إسلام جاد. وتاني نادي الزمالك بيحاول جمال حمزة. في لعيب من الزمالك وقع. كيلو حازم إمام. حازم إمام. حازم خلاص حازم. توصل لعبد الحليم تاني. محمد صديق. الله يبارك جمال حمزه وفضل الحمزه ده وفضل الحمزه نادي الزمالك 1-0 عن طريق عبد الحليم واقع لاعب من الزمالك. نزل له الدكتور عبد الله جورج سعد الكابتن محمد سيد اخصائي العلاج الطبيعي ومسؤول الفرقتين في ارض الملعب كله. الميه الساقعه وقت كاس الميه على طول. طبعا باهتمام جماهيري كبير جدا هنا ومجلس إدارة نادي أسوان. الحقيقة من امبارح قالوا لي احنا بقالنا أكثر من أسبوع بنعد للمباراة. مستشار الشافعي صالح رئيس مجلس الإدارة والمهندس سمير مرغني وكيل النادي وأمين الصندوق حسن عبد الكريم وعسكر كير النادي ومشرف الفريق الأستاذ أبي رضا الله والكل هنا الحقيقة وأيضا مجموعة من رجال الإعلام الزملاء الإعلاميين عز الدين عبد العزيز من الأهرام المسائي وأحمد عوض من المسا ونادر الزريات وأحمد الزريات الجمهورية والوفد وخالد الشرقاوي من أخبار الرياضة موفق أبو النيل من الأهرام وكزار الأمين من الأحرار وحمد الجمل من النهر الوطني. كل الحقيقة يعني هنا على قدم وساق الحقيقة يعني. يبقى طبعا مهرجان وحاجة بتبقى مناسبة جميلة جدا وجود الأندية الكبيرة هنا. هام الحمد لله لاعب نادي الزمالك وأيضا كان في واحد من لاعبي أسوان. هنشوف هيكمل ولا إيه. خارج مع الكابتن خالد سعد وبيتشاور لسه كابتن عبدو الشرقاوي وعبد الرحيم محمد. هنشوف هيعملوا تبديل ولا ايه. شويه مناوشات خفيفه كده بيحسمها الحكم الكابتن محمود مكي مراقب المباراة عن لجنة المسابقات. وفي مجادة بيقول للحازم إمام أرجوك بقى اتفرج للعب مالكش دعوة أنت حازم يكلم الجهاز الفني الأسوان. لسه أسوان بيلعب 10 ودي لعبة للزمالك تاني. عبد الحليم تطلع اسلام جاد انما في فاول من معتز اين. رأيي انا ان معتز اين وبيشكل خط دفاع قوي جدا في صفوف نادي الزمالك. يمكن محدش بيحس بهذا الدور انما المتابع بشكل جيد بيقدر يشعر بدوره جنب تامر عبد الحميد. هنشوف اسوان هيدفع بمين. ادي لعبه الاسلام جاد احمد عيد انما مقطوعه على طول طارق السيد وتتخطف تاني اشرف عبد الوهاب وبيشوط تخبط وائل الاباني وتبقى هجمه لنادي الزمالك. محمد عبد الواحد
عبد الحليم علي ادى الفرصه شريف توصل لنادي الزمالك تاني. طالع طارق السيد بيزود فراودته عايز يعدي تاني جوه المنطقه وطارق يا خبر ابيض وبره ضربه ركنيه. فرصه اكيده برضو بتروح من نادي الزمالك. ادي اللعبه تاني اهي شوت تلمس وتبقى ركنيه. هيخرج فعلا هشام جعفر. خرج مع الترتيب الاول لفريق اسوان بدخول اللاعب هشام جعفر رقم 7 ودخول اللاعب احمد مصطفى ليجو رقم 6. احمد مصطفى زيزو رقم 6 نزل مكان هشام جعفر. لأول تبديل ولسعت أنا حوالي 36 دقيقة من زمن الشوط الأول والنتيجة أصبحت تقدم الزمالك 1-0. تامر عبد الحميد لطارق السيد حازم إمام بشير التبعي لمحمد صديق جمال حمزة جمال حمزة عبد الحليم علي لجمال انما تتقطع. احمد عيد عبد الملك تاني عند حربي انما الاباني قاطع بتمريض كويس وائل وتتنقل على طول لنادي الزمالك. محمد عبد الواحد ماشي عبد الواحد ويلعبها الناحية التانية وعالية توصل تاني لعبد الحليم وبيشوط من حتة ضيقة وترجع تاني من حازم انما لسه جوه الملعب. وعرضيه يطلع محمد عبد الرؤوف وتاني اشرف عبد الوهاب وجوه الملعب وعرضيه خبر ابيض يا خبر ابيض يا عبد الحليم يا علي جوه الست ارباط جاية بالعرض طبعا بيحط وش رجله فيها وبيلف طبعا وش رجله بشكل معين كده فتعلى وتطلع بره الملعب تبقى ضربة مرمى لأسوان. أحمد عيد تاني يضغط بشيل التابع وياخد أوت. هيلعبها محمد صديق جمال حمزة بشير وائل الأباني معتز إينو بشير التبعي عبد الحليم علي ومعاه أسامة رجب. خلص الموقف أسامة على طول لوليد إبراهيم مقطوعة في السكة توصل تاني لنادي الزمالك. حازم وطارق السيد يلعبها الحازم تاني وعلى حدود المنطقة طارق بيشوط إنما ترد وتامر عبد الحميد وتبقى فاول لأسوان. فاول لأسوان هو تامر. احمد عيد عبد الملك عايز يعدي انما شريف اسوان قال له انا كابتن زي ما قلت لجمال حمزه قول بقول لك قول انت كمان. تامر عبد الحميد جمال حمزه تامر وائل الاباني واول ظهور في نص ملعب الفريق الاسواني وادي لعبه لقدام المعتصم بالله وجمال حمزه وبيقع جمال بيتزق وبياخد فاول. لاعب جسمه خفيف وبيجيد المناوره والتحرك وبنقول بقى ايه اللعب بكتافه بجسمه كله يمين وشمال
فعلى طول اي لمسه مع جمال حمزه لازم اللاعب يبقى حذر قوي قوي قوي. بياخد فاول جمال حمزه. وصلنا ل 40 دقيقه 1-0 للزمالك، وحازم امام يطلع محمد عبد الرؤوف. تاني لسه ضغط نادي الزمالك. هاني السوداني فاول لهاني. علاء ابو زيد، علاء ابو زيد اسوان لهاني تاني. اسامه رجب، احمد مصطفى، معتصم بالله، اشرف عبد الوهاب، اسلام جاد، الحربي، مستعجل حربي، وتوصل على طول لعبد الواحد السيد. طارق السيد تاني. بشير التابعي، مشوار شخصي بقى من بشير، وعدى وفات ويلعبها بعرض الملعب عند عبد الحليم علي، وبتطول من عبد الحليم وتطلع بره الملعب او تبقى ضربه مرمى لاسوان. هاني السوداني، اشرف عبد الوهاب، احمد مصطفى، معتصم بالله، اشرف عبد الوهاب تاني، علاء ابو زيد، تهبط وتبقى من نصيب نادي الزمالك، محمد صديق، وعايز يعدي وعدى وحطها لجمال حمزه اهو. جول جمال حمزه. جمال حمزه لسه بقول لحضراتكم لعيب امكانياته عاليه جدا جدا جدا. في الدقيقه 43 جمال حمزه الهدف الثاني. جمال حمزه في الدقيقه 43. شوف ادي اهو محمد صديق الحقيقه هو اللي صنع لجمال حمزه الجول ده باختبار الحقيقه. استنى شويه لان جمال كان واقف اوفسايد، اخر نفسه فعلا وحطها له حلوه قوي. وجمال طبعا لعيب مهارته عاليه جدا، حطها غمزها بوش رجله الخارجي في البريده كده عشان يتقدم نادي الزمالك 2-0. الدقيقه 43 جمال حمزه بيؤكد تقدم نادي الزمالك. علاء ابو زيد، اسلام جاد، اطول من اسلام وبره الملعب اوت. ترى فنجانا طعاما منصور والخواجة ارتحتوا دلوقتي ولا لسه برضه في قلق؟ بشير التبعي، امير عبد الحميد، معتز يينو، جمال حمزه، معتز، جمال حمزه. دقيقتين وقت بدل ضايع ويشير بيهم الحكم الرابع. ادي لعبه تاني للزمالك. طارق السيد، جمال حمزه، وقتل عبد الحليم، حربي توفيق عايز يلعبها لاحمد عيد انما ما تتظبطش وتطلع بره الملعب. بيغيب طبعا عن فريق الزمالك النهارده نجمه وهدافه كابتن حسام حسن للاصابه، وايضا كابتن مدحت عبد الهادي، كابتن طارق السعيد، مجموعه كبيره من نجوم الزمالك برضه النهارده. معتز اينو، بشير التابعي، محمد صديق.
دي. معتز اينو يلعب كرة حلوة ترجع لطارق السيد. طارق بيفكر يشوط ولا ايه؟ عدى ولعب العرضية، انما محمد عبد الرؤوف بيطلع. ترجع تاني للزمالك واحمد عيد، انما بيشير التابعي. خلص الموقف على طول لعبد الواحد السيد. بشير على طول، انما ما تتظبطش، تلف من بشير وتطلع بره الملعب. تاوت على طول، بشير بيرجع تاني. هاني السوداني، اشرف عبد الوهاب. 8 دقايق من الشوط الثاني والنتيجة ما زالت تقدم نادي الزمالك 2-0. كابتن محمد نور، كابتن عبد الشرعي، كابتن عبد الرحيم محمد، بدري بدر الله المشرف العام على الكورة، أبو بلاء أسوان، هام الحمد لله وليد إبراهيم. رايح له الكابتن سيد دوما برضه، مدرب حراس المرمى بيديله تعليماته. بره الملعب اوت. طارق السيد لمعتز اينو، بشير التابعي، محمد صديق، حازم امام، تامر، محمد عبد الواحد عايز يسلمها وبيشوف فعلا عبد الواحد، انما جنب القايم الشمال على طول بيحرجم. والله محمد عبد الواحد من بدري عمال بيبحث عن فرصه للتسديد وجت، انما راحت جنب القايم الشمال. لعبت على طول وهجمه للزمالك. الابيض حازم يامن، حازم امام يضيع منه فرصه ذهبيه للزمالك. ضربه مرمى هيلعبها وليد ابراهيم على طول. تامر، طارق، معتز اينو، بشير التابعي لتامر وائل الاباني، بشير، محمد صديق، تاني معتز اينو. حازم انما طويل، حازم طبعا يرفع الفانيلا يغطي بيها وشه، ده تعبير عن انه يعني بيقلب نفسه، ما كانش قصده كده، عمال بيقول يعني ليه بقى مش عايزه تمشي معايا ليه؟ اسامه رجب راجع على دور اسامه ويلعبها، انما ما تتظبطش من اسامه بره الملعب اوت. حازم، معتصم قاطع، احمد عيد، هاني السوداني، احمد مصطفى، فرصه لحربي لاسلام ابيض. يا خبر ابيض يا
الاسلام يا جاد فرصه العمر، فرصه عمره حد توفيق عملها له كويس ماشي، اتكعبلت وتصلحت تاني ويغمس بسن الجزمه، انما حظه تطلع فوق الحلقه والجول مفتوح قدامك. فرصه كبيره بتروح من اسوان، فرصه اللي بتيجي طبعا قدام فرقه كبيره ما بتتعوضش، وصعب انها تتكرر تاني. يا اسلام علي، محمد صديق، عبد الحليم علي، ثاني احمد عيد لحرب توفيق، وهجمه عبد الواحد السيد يتوقع عبد الواحد السيد انها تتلعب في الزاويه الضيقه ويحط ايده فيها وتتحول ضربه ركنيه. على طول بيلعب واحدة عالية تطلع بره الملعب اوت. عبد الواحد السيد يلعبها على طول انما بره الملعب تاني. أحمد مصطفى إسلام جاد وائل الأباني حازم إمام تامر عبد الحليم علي قدام مساحة والانطلاق واحد ضد واحد وضربة ركنية وركنية للزمالك. لعب وخطر انما تلف بره الملعب او لعبها محمد عبد الواحد انما تلف بره الملعب او يلعب على طول وليد ابراهيم لاحمد مصطفى طويله طويله ويطلع عبد الواحد السيد شد تبقى فاول وانذار. جمال حمزه تاني، محمد صديق، عبد الحليم، عبد الواحد، ويستنى طارق السيد. وعز عبد طارق انما تطول بره الملعب. ربع ساعة على ساعتي من زمن الشوط الثاني، والنتيجة ما زالت تقدم الزمالك على أسوان 2-0.
تاني اشرف عبد الوهاب لعب على طول تاني من علاء ابو زيد وخد وهات حربي واحمد عيد احمد عيد وترجع تاني واشرف عبد الوهاب ومعتصم احمد عيد واحمد مصطفى وبيطلع على طول دفاع الزمالك طارق السيد محمد عبد الرؤوف وماسك كوره اسوان ولعبه خطا خبر ابيض بيطلع معتز اينو وتبقى هجمه مرتده للزمالك وتامر عبد الحميد تامر عبد الحميد وبيحطها لحازم امام يا بختك يا حازم مش عايزه تمشي النهارده مع حازم امام حط وش رجله جامد فيها عايز يلعبها في الزاويه البعيده راحت بعيده قوي يا حازم احمد عيد احمد مصطفى اشرف عبد الوهاب محمد عبد الرؤوف علاء ابو زيد اشرف عبد الوهاب مقطوعه وحازم امام ورايح له جمال حمزه يعمل الاوفرلاب انما حطها لعبد الحليم علي وعبد الحليم لعبها بالعرض لجمال حمزه وجول يا خبر ابيض يا جمال يا حمزه لا يا ابن لعيب 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 مش عايز كلام الدقيقه 18 جمال حمزه بيجيب الهدف الثالث للزمالك والثاني له جمال حمزه لعيب مفيش شك طبعا لعيب هايل 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 جمال حمزه قرعه ثقه كبيره جدا كرة حلوة قوي 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 كرة حلوة قوي 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 الحقيقة جابها جمال حمزة يا جماعة لعيب كويس ولعبة تاني للزمالك عبد الحليم علي وهجمة مرتدة للزمالك وعبد الحليم بيعدل نفسه على الجول انما تعبت والحكم قريب منه وبتضيع فرصة تاني من الزمالك معتصم بالله تاني اجمل اسوان يطلع على طول معتز اينو حازم امام اللي اتحدف كتير دلوقتي مع خط هجوم الزمالك عبد الحليم تاني ضربة جزاء للزمالك دقيقة 20 ضربة جزاء ليه تسلمنا ما تسلمنا تاني نتفرج النهارده اتفرجنا على اللعبة تاني هتشوف التفرج اللي اتعمل من عبد الحليم علي ومن جمال حمزة وحازم إمام طلع عبد الحليم علي اللي ناور فيها وخد ضربة جزاء شايف انا عبد الحليم علي صاحب الهدف الاول في ثلاثيه الزمالك حتى الان وعلى طول
الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 21. عبد الحليم علي وجمال خمسة. 4-0. عبد الحليم علي بيجيب الهدف الرابع. 4-0. عبد الحليم طبعا داخل في قائمة الهدافين وعلى رأس الهدافين بقوة دلوقتي. طارق السيد معتز زينو وائل الأباني محمد صديق ولعبة أرضية تاني ورايا وصفارة أوفسايد عبد الحليم. أوفسايد عبد الحليم. جماهير الأسوانية هنا جماهير بتعشق كرة القدم وجماهير طبعا بتسعد باستقبالها أي ضيوف يجوا في محافظة أسوان الجميلة. ضربة ركنية لأسوان وشايفنا اثنين من لاعبي الزمالك، شايف أحمد سمير ومحمد عبد الواحد، هنشوف هيغيروا مكان مين. محمد أوفر على طول مقطوعة. تامر عبد الحميد. عبد الحميد علي. عبد الحميد علي. عبد الحليم. حازم. حازم إمام. جمال حمزة. جمال حمزة. طارق السيد. على طول تاني. بشير التبعي. وائل الأباني. وائل تاني. تامر. طارق السيد. طارق السيد. طارق السيد. عبد الحليم علي. محمد صديق وخدوهات مع جمال حمزة. والسوداني على طول، انما في ضغط فاول على الزمالك. كيف الزمالك القرار الثاني عبد الحميد ينزل طارق السيد ونزل محمد أبو العين. محمد عبد الواحد. عبد الحليم علي. أسامة رجب. أشرف عبد الوهاب. أحمد مصطفى. توصل معتصم بالله على طول. على طول تاني عند حربي يلعب كرة طويلة ما تتظبطش وتوصل لعبد الواحد السيد. دخلنا في 26 دقيقة واصبحت النتيجة 4-0 للزمالك. محمد أبو العيلة. جمال حمزة. أبو العيلة تاني. وائل الأباني لاعب الزمالك بقى بيستغلوا خبرتهم والفارق في المهارات
الفرديه بيقربوا بقى مع بعض، فهو بيعتمدوا على النقل الكتير. محمد ابو العلا، محمد عبد الواحد، جمال حمزه، عبد الواحد تاني، عبد الواحد بيلعب كره بالعرض يطلعها، وليد، احمد سمير، توصل تاني لعبد الحليم علي، ومعاه اسامة رجب، وتبقى ضربه ركنيه لصالح نادي الزمالك. تبديل تاني في صفوف اسوان، خرج هشام جعفر، خرج اسلام جان. زيزو عبد الجواد هيلعب مكان اشرف عبد الوهاب. اللعبه تاني للزمالك، وترجع ويضغط تاني احمد سمير وداخل، انما بياخد فاول. على طول بتتلعب لهاني السوداني، ولعبة على طول طويلة لقدام. لعبة بعرض الملعب وبتعدي من قدام حصان ميكي ومسكها عبد الواحد السيد معتز ايلو، حازم امام، معتز فكر يشوط، معتز نقلتين ثلاثة، عصام مكي لأسوان، أحمد عيد عبد الملك، ماشي 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 أحمد، وبفكر يشوط، فكرتها كويسة إنما تعلى شوية من على العارضة وتبقى ضربة مرمى للزمالك. بيرجع شريف رشوان حكم المباراة، بيرجع كرة تاني. نص ساعة على زمن الشوط الثاني فات، والنتيجة ما زالت تقدم الزمالك 4-0، والأهداف لجمال حمزة وعبد الحليم علي. هذه اللعبة على طول بتوصل لمحمد عبد الواحد، ماشي محمد، محمد أبو العيلة، ترجع تاني لمعتز إينو، لجمال حمزة، لحازم، إنما راية وصفارة أوفسايد. علاء أبو زيد أسوان على طول يلعبها على طول لعصام مكي، ترجع تاني لأحمد عيد، إنما لسه خطر ويغطي على طول وائل الأباني ويطلع كورة بره الملعب أوت. معتصم بالله تاني بيلفها، وترجع برضو لعبد الواحد السيد، شاط عبد الواحد، عبد الحليم لجمال حمزة، جمال حمزة بتحرك عبد الحليم، أحمد سمير اتنقل من بلدية المحلة للزمالك وخد فرصته في نادي الزمالك الحقيقة. محمد عبد الواحد ويلعب كرة لب خفيفة كده، إنما أقرب لها وليد إبراهيم ويمسك على طول. تاني بترجع لأحمد سمير،
ولعبه للزمالك وخطر خطر خطر وبيلعبها عبد الحليم علي النمى مفيش حد مكمل بيطلع بره الملعب اوت تاني الزمالك بيبدا احمد عيد عبد الملك لعصام مكي عصام مكي طالع له احمد عيد عايز يفوت احمد عدى برضه وبيلعبها انما توصل على طول في ايد عبد الواحد محمد ابو العيلة معتز اينو احمد سمير للعب مكان تامر عبد الحميد جمال حمزه معتز اينو محمد ابو العيلة محمد عبد الواحد ابو العيلة تاني احمد سمير محمد ابو العيلة وعدى عدى ابو العيلة ولعبها بعرض الملعب بيطلع المعتصم يستني جمال حمزة عايز يلعبها انما تطلع تاني وتوصل للزمالك ويخلصها بقى المره دي جمال حمزه داخل جوه المنطقه بيقع جمال حمزه انما حكم ما اداش حاجه وبره الملعب او تبديل لنادي الزمالك شايف انا شيكابالا يعني تغيير طبعا ما نقدرش نعلق عليه الا نقول ان وجهة نظر المدرب نزل شيكابالا مكان محمد ابو العيلة على الرغم من ان محمد ابو العيلة كان نازل مكان طارق السيد انما وجهة نظر الجهاز الفني شيكابالا بيلعبها على طول محمود عبد الرازق ابن اسوان بالمناسبة شيكابالا عصام مكي 35 دقيقة والنتيجة ما زال التقدم الزمالك على أسوان 4-0 أحمد عيد أحمد عيد أحمد بيفكر يشوط وعدى وعدى وعايز يشوط صعب قوي أحمد إن هنا حد يعمل كده ومحدش بيسيب حد هنا محدش بيسيب حد أبدا اوفسايد تسلل على حازم امام عصام مكي ترجع لمحمد عبد الرؤوف اسوان هاني السوداني محمد عبد الواحد جمال حمزة جمال حمزة واو جامدة جامدة يا اينو جامدة يا اينو لسه بقى يعني هيخش بقى في مرحلة النضج بقى اينو يعرف ازاي يشوط وامتى يتقدم عشان يعرف يجيب جول والحاجات دي كلها طبعا صغير وبيتعلم ودوره اللي بيطلب منه دفاعيا بيعمله كويس قوي انما مع الوقت ان شاء الله يقدر يتعلم بقى ازاي يطور من اداءه ادي لعبه عند احمد عيد بياخد ضربه ركنيه اه
ضربة ركنية ترجع أحمد مصطفى. شيكابالا تاني إنما بره الملعب أوت. عبد الواحد السيد. جو هنا طبعا على الرغم من إن الشمس اختفت تقريبا في الشوط الثاني، لكن حرارة ما زالت عالية ورطوبة عالية جدا جدا جدا. وائل الأباني. قدم وائل اهو. أحمد سمير. تاني لعبة لنادي الزمالك وجامدة. صعبة جدا جدا وضربة ركنية. سيطر نادي الزمالك تقريبا على أحداث اللقاء بعد ما تقدم 4-0. ضربة ركنية. تاني على طول. عصام مكي. هتبقى هجمة لأسوان. حربي لأحمد عيد. أحمد عيد وخدوا هاتوا صعبة على أحمد وبيلعبها بتقع من عبد الواحد، إنما يطلع على طول دفاع الزمالك بره الملعب. أحمد مصطفى. محمد عبد الرؤوف. زيزو عبد الجواد. احمد عيد تاني وبيشوط انما عاليه بره الملعب قوي. شيكابالا نازل بيستلم يعدي. محمد عبد الواحد بيغير الملعب لجمال حمزه. محمد صديق. وائل لإيلو. يستغل طبعا لعيبة الزمالك خبراتهم. نتيجة كبيرة طبعا 4-0 وبره ملعبهم. جو صعب شوية. شيل التبعي. حط رجله محمد مصطفى. يشير التابعي عبد الحليم علي. عدى عبد الحليم هو جوله جوله بيلعبها وبتقع. يا خبر ابيض وترجع تاني. محمد عبد الواحد بيركنها. هو وليد ابراهيم بيحط ايده فيها وبيطلعها ضربه ركنيه. هذه اللعبه اهو. عبد الواحد ركنها والله كويس قوي، انما وليد توقع ويحط ايده فيها بره الملعب ضربه ركنيه. 40 دقيقه وباقي على ساعتي 5 دقايق على نهاية الشوط الثاني والزمالك 4-0 على أسوان. شيكابالا تطول من شيكابالا. محمد عبد الواحد. الشركة الخارجية يا عم في المين يا عم؟ علي السوداني. ياخدها محمد عبد الواحد ويحطها لجمال حمزة. جمال حمزة هو جول جمال. عايز يروح جمال حمزة. ترجع تاني لشيكابالا بيفكر يشوط وترجع لزيزو عبد الجواد. ايوه غيرني. يغير الملعب لعصام مكي. عصام مكي بيحطها لاحمد عيد انما رايه وصفاره اوف سايد. يلا
التفرغ المباشر نتيجة لتسلل أحمد عيد. شيكابالا، حازم إمام، وهاني السوداني، فاول على هاني. والحوار لم يهدأ بين حازم إمام كابتن تيم الزمالك وحكم اللقاء شريف رشوان. جمال حمزة لشيكابالا، حازم إمام، محمد صديق، عبد الواحد، عايز يخلصها حازم إنما تتقطع. عصام مكي لأسوان ماشي، ينقلها لأحمد عيد، يحطها حلوة لعصام مكي، يلفها إنما ترجع له تاني. وأحمد عيد وتاني، السوداني عايز يركنها. لسه مع هاني على ابو زيد، احمد عيد، احمد عيد النمل، وائل الاحباني يخلصها بهدوء على طول. بتبقى من نصيب نادي الزمالك. محمد عبد الواحد وتحرك له عبد الحليم وترقيصه هو وجول عبد الحليم. يا رب يا رب يا رب، ظاهرة غريبة جدا النهارده، كل الكور والفرص السهلة ضاعت النهارده باستثناء الفرصة اللي جابها جمال حمزة الحقيقة. عصام مكي لأسوان تتحط له من احمد عيد، انما عبد الواحد السيد قاطع. وصلنا للدقيقه 44 وهنشوف الحكم هيضيف قد ايه وقت محتسب بدل ضايع. جمال حمزه المعتز اينو، احمد سمير، عبد الواحد، عبد الحليم، ترجع من محمد عبد الرؤوف، وأسامة رجب بيطلع على طول. معتز اينو، شيكابالا، ثلاث دقايق وقت بدل ضايع. اللعبة بتوصل على طول لحازم إمام، طلع معتصم بالله. زيزو عبد الجوال، زيزو، حربي، زيزو. تاني على طول لعلاء ابو زيد، علاء ابو زيد ماشي علاء وبيشوط، ترجع من عبد الواحد واحمد عيد تاني. خد احمد ورقص عبد الواحد، وصعبه انما عبد الواحد حط ايده فيها وبيطلع بتاعها الزمالك. مباراه مثيره جدا في الفرص بتاعتها الحقيقه، ولعبه من بعيد بره الملعب قوي. لاعب نادي الزمالك واقع اهي اهي، طلع وائل الاحباني على طول. ان شاء الله يوم نكمل مع الفرقه. لاعب نادي الزمالك نزل الدكتور عبد الله جورج وكابتن محمد سيد اخصائي العلاج والتاهيل، ومعيبنا فيها وهي كبيرة جدا بتحضر لقاء النهارده هنا في استاد أسوان. معتز اينو أحد الركائز الأساسية في تيم نادي الزمالك، طلع بره. صفر من الزمالك، ولعب على طول جمال حمزه
اوف سايد برضه جماعي، تسلل ضربة حرة مباشرة لأسوان. عصام مكي، حربي توفيق، أحمد عيد، أحمد تاني، إنما ما تتظبطش بره الملعب أو لعب على طول تاني للزمالك. محمد عبد الواحد، ماشي محمد، هو الجول الخامس محمد عبد الواحد البدري كنت بقول لحضراتكم بيحرجم، انا عايزها بشوطه، انما قدر عبد الواحد قعد يفتش لحد ما لقى نفسه في البينيه الجميله اللي اتلعبت له وخلصها وركنها حلوه قوي. 5-6 محمد عبد الواحد. واضح طبعا ان الزمالك سيطر على مجريات الامور تماما في الشوط الثاني وقدر يوصل بالنتيجه لخمس اهداف وزيد 5-6.